السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير رب العالمين. النهاردة هنلعب مع بعض مود تيم ديس ماتش الجديد. المود ده لكم أن تتخيلوا قد إيه أنا مشتاق له جدا بطريقة غير طبيعية. بالمناسبة إحنا بنلعب على سيرفر أوروبا، الناس كتيرة جدا. أنا أصريت إن المقدمة تبقى من اللودينج سكرين، ما تبقاش من جوه، علشان في واحد يقول لي أنت بتلعب على سيرفر إيه؟ بتلعب على سيرفر إيه؟ بلعب على سيرفر أوروبا. بينج عندي 20، أكون بلعب على سيرفر إيه؟ موزمبيق، بلعب على سيرفر أوروبا. أوكي؟ المشككين يا مشكك. ف المده بيبقى عباره عن 4 ضد 4، تمام؟ زي ما انت شايف كده اهو، بتنزل معلم في نص المابا. الحكايه بتبقى سهله وبسيطه، تنزل كده اهو في نص المابا كده اهو، وتقعد تدبح فيهم بس كده. يا عم انت لسه هتكمبر لي؟ تعال هنا. في واحد نزل على اليمين اهو، قاعد مستخبي فين ده؟ ما عرفتكش انا كده. انا ما عرفتكش. انا ما عرفتكش. انت لما عملت الحركة النط كده اهو، انت لما عملت الحركتين دول انا برضو ما عرفتكش. طب انا اقول لك ايه؟ طب يعني انا ممكن نتعرف على بعض؟ قالوا السلام عليكم، انت نوب؟ ايوه انا صبري. انا مش خرجكم من هنا. ما يعرفوش ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها سبون تراب. سبون تراب دي حضرتك يعني ايه؟ يعني سبون تراب يعني هم بمجرد ما يخرجوا يموتوا، يرجعوا تاني، يخرجوا. انا محتاج طلق. لسه بقول دلوقتي. محتاج طلق. طب انا فين الطلق؟ هات طلق يا حبيبي، هات طلق. ايوه بس كده، تمام تمام يا حبيب امك. تعال تعال بقى، انت عايز تجيب لنا نو سكوب؟ هو هي الدنيا خلاص خربت؟ ما بقاش فيه احترام. الله، انت نفس الشخص تاني؟ ولا ده ايه؟ بحترم نفسك، انت الادب في ايه مالك؟ سوري، اوكي ما خدتش بالي ان في واحد على يميني. كمبورة باشا حبيبي. طب وحياة خالتك اللي انا جايبك. بس يا جماعه المود ده فشيخ بس ممتع. واحد بيقول لك يا هاكر يا ابني بنت الكلب. يا راجل يا عم بقى، العب بسلاح تاني غير السنايبر، شكلك والله زباله. عيب. الله، ده مزر. طب وحياة خالتك لو خد لك السلاح اللي ما بيرحمش. انت جاي لنا كمان انت؟ كمبورة ابن الكمبورة ده بينام على بطنه. ولد ايه الادب انت؟ خسيس افسيس ابليس. مشكلة ان هما بيكمبروا وانا بتضايق من عيب عليك. ايوه اللي فيه كان فيه كمبورة هنا، والله كان فيه كمبورة هنا. راح فين؟ ايه ده بقى الواد ده لازم يتربى. انا مش عايز يا عم سكوب 6 سكوب 4 عامل يوم ايه يا عم؟ انت في ايه؟ هو بالعافيه ماشي اوكي. الواد ده لازم يتربى. ابو سنيبر ده لازم يتربى. اظهر بقى، اظهر. صبري انت بتستخدم هيك.
هم كلهم جايين من هنا. وات انا وات ولد ايه الادب؟ انا بستخبى ورا الحيطه ازاي موت؟ بص ده عايز اول مره يجيبني يعني. بلو تيم اباوت تو وين؟ ده احنا فشخنهم اللي اباوت تو وين، ده احنا عاملين منهم بطاطس محمره. يا شقي لما جينا البيز بتاعتنا مش هنشوفك صح؟ العظيم اي الادب. ايوه بقى. لا ما صدقت خدت السلاح ال 100 طلقه يا ابن المتضايقه. كسبنا وقلبنا عليهم يا معلم، كسبنا وقلبنا عليهم يا معلم. بص ام بي، بص ارفع راسك فوق انت مصري. شوف انا حطيت الكاميرا هنا صح، غيرت مكانها عشان تشوفوا اننا بلاتينيوم، عشان يقول لي يا صبري انت بتلعب قدام ناس معفنه ملهاش اي لازمه في الجزمه. عيب عليك، انا عامل 21 كلايه، انا اعلى كلات في الجيم كله في الفريق بتاعنا والفريق بتاعهم. فلما تيجي تتكلم لو سمحت عايز تتكلم عدل، عشان انا بعد انت عارف انا لما بتعصب بتفسي، ولو فسيت اقسم بالله كم مره هيجي لك اغماء لمده 3 سنين. يلا الماتش يبدا على البركه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، انا عايز اقول لكم على حاجه. لما بيكون اللعيب حواليه علامه كده زي لونها اصفر، معنى كده ان هو ما بيتدرب عليه ما بيتدمش. فهمتوا؟ تعال هنا حبيبي، كنت تندع عليا؟ عايزني في حاجه حبيبي؟ يا اسطى قول يا اسطى. اطلع بقى، اطلع انت هتموت. يعني موت. يعني هو حاططني في دماغه بس ما يعرفش ان انا احط عليك. بعون الله. انا لك المده متحمس له جدا وبحبه جدا، من ده المده يعتبر من المدات المفضله بالنسبه لي يا جماعه والله العظيم. وناخد كمان الام 249 يا اسطى. صراحة البوم تخ بوم. نفسي افهم ليه حاطين لي سكوب عالي. تعال هنا بس الاول، ما بلحقش اتهنى بام السلاح واموت. بس تقول ايه بقى، هروح اخده تاني وتالت ورابع والله ما سايبه. انا الواد اللي مكمبر فوق ده بس هتدي. اوبا انا بضرب من كل حته، من قدامه ومن ورا ومن كل حته. انا مش هروح اخد السلاح تاني لان السلاح ده لما واحد بياخده خطر، اخده لما يكون المكان فاضي. تعال الاول بس كده اقول لك على حاجه، ليك ايه مش بطال؟ شارب شوتر. مالك يا حبيبي تشتكي من حاجه؟ بقى هنشوف مين اللي هيكسبان. احنا الفريق بتاعنا اصلا حاطين عليهم، مفيش اي نقاش. انا مش عايز افهمك الفيلم اللي يعني الموضوع كبير. ايوه فاهمك، بس فاهمك غلط. بضرب عليه سنتين مش عايز يموت. مشكله ان انت لما تكون لسه ايه ده، هو مش عارف قاعد يضرب لوحده ليه. مشكلتك ان انت لما بتكون لسه خارج من البيز بيكون انت عليك كده زي درع.
ايه ده مش عايز يضرب ليه؟ طبعا هنكسب باذن الله. اللي معانا ولا ضدنا؟ ايوه ما شفتكش انا كده. يا ابني الشقيه ما انا بعمر، انا بعمر، انا عليا كام واحد؟ انا اجيب اخر كلايه هم يجيبوها خلاص، اخر كلايه التيم بتاعنا اللي هيجيبها. اخر كلايه انا اللي اجيبها، ما حدش يجيب كلايه، وانا ان شاء الله باذن رب العالمين ام في بي للمره الثانيه. عيب عليك بقى، عيب عليك، عايزين مستويات. انا تعبت، انا تعبت 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 تعبت. عامل كام كلايه؟ عامل 18 كلايه، اعلى كلايه برضه نفس الحكايه في التيم بتاعنا وفي التيم بتاعهم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ده كان عن المود السريع، على السريع كده عن المود الجديد. بجد بيبقى فيه مستويات لو انت عايز تتدرب على المود ده. المود ده حلو قوي لان هو فيه سرعه رياكشن فشيخ. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو مش هقول لك دوس لايك ولا دوس ديسلايك ولا تعمل اي حاجه، اعمل اللي انت تحبه. مفيش حد يقدر يكسبك على اي حاجه، اعمل اللي قلبك يريحك كده وانك عايز تعمله. ولما حبيتش تشترك برضه ما تشتركش، المهم انك نورتني وشرفتني في الفيديو. اسيبكم على خير واشوفكم فيديوهات قريبه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بجد نورتوني.